وإلى حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة، فتشير إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في حالة الطقس. ونتعرف الآن على بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة.